وامبارح كان في مظاهرات لأولياء أمور وطلاب المدارس الرسمية للغات أمام مقر وزارة التربية والتعليم، وده كان اعتراضا على قرار الوزارة بأداء الطلاب لامتحانات باللغة الإنجليزية ومنع تعريبها كما هو متبع منذ سنوات. المشكلة أن وزير ما أصدرش هذا القرار من بداية السنة عشان الطلبة على الأقل تكون مستعدة وتعمل حسابها ويكون عندها خلفية أن في الوقت ده الامتحانات هتكون باللغة الإنجليزية. لا، ده هو أصدره يوم 12 ديسمبر الماضي، يعني بعد بداية الدراسة بثلاث شهور. على العموم، من أجل حل الأزمة أرسل دكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام خطاب للمديريات التعليمية بضرورة تسهيل إجراءات تحويل الطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوي بالمدارس الثانوية الرسمية للغات الراغبين في أداء الامتحانات باللغة العربية وذلك لأقرب مدرسة ثانوية عامة تدرس باللغة العربية عشان يقدروا يتمكنوا من أداء الامتحانات بيها. وأكد كمان ضرورة أن تتم تلك التحويلات بالكامل في موعد أقصى الخميس الموافق 5 يناير. هل ده حل ولا حل وسط نمسك العصاية من النص زي ما بنقول، ولا هو تراجع عن القرار، ولا احنا ادركنا ان احنا اصدرنا هذا القرار في توقيت خاطئ او في توقيت متأخر جدا فقلنا نحيد عن القرار او نعدل القرار، وهل اولياء الامور هيقبلوا بهذا الحل؟ خلينا نعرف تفاصيل اكتر. بتنضم لنا الاستاذة ايمان رسلان مدير تحرير مجلة المصور والمتخصصة في شؤون التعليم. استاذة ايمان صباح الخير. صباح الخير يا استاذه ايمان. انا بحضرتك معانا يعني عايزين نعرف حضرتك تفاصيل اكتر عن ازمه الطلاب الثانويه اللي المفروض ان هم كانوا بيمتحنوا بالعربي وفجاه نزل قرار شهر 12 ان هم يمتحنوا باللغه الانجليزيه، وصلنا لفين؟ اتفضلي. والله يا فندم، هو بصي، ده انعكاس لي انا بسميه سوء التخطيط. بمعنى انت ما انتش في بالك خالص اصلا ان في جمهور بتعاملي معاه، اللي هو جمهور الطلبه واولياء الامور اللي هم اوريدي بيذاكروا الثانويه العامه من شهر اغسطس. فهم طلعت في مخهم انه الاولاد يمتحنوا باللغه الانجليزيه، وده طبيعي بالمناسبه ان كانوا الاولاد يمتحنوا باللغه الانجليزيه. انما انت دي استاذه ايمان استاذن حضرتك في صوتك بس لو تعالي صوتك شويه لو سمحتي. بقول لحضرتك من الطبيعي ان الولاد يمتحنوا باللغه الانجليزيه الماده المواد اللي بيدرسوها باللغه الانجليزيه. بالظبط. بس احنا للاسف الشديد عندنا حاجه اسمها تهميش الناس في كل حاجه. انت خدتي القرار دلوقتي في ديسمبر، الدراسه رسميا باديه في اخر سبتمبر، رسميا الولاد بياخدوا دروس خصوصيه من شهر اغسطس، رسميا هم مختارين ان هم يمتحنوا باللغه العربيه من قبل كده ومسجلين كده. ده معناه ايه؟ معناه ان احنا بنطلع قرارات ما بندرسهاش، مش هي القضيه بقى صح ولا غلط دلوقتي. انا ما بناقش دلوقتي صح ولا غلط، انا بناقش مصداقيه المنظومه نفسها. لان انا لما اصدر قرار وبعدين لسه تتظاهر ضده وبعدين ارجع اعمل حل وسط، ده معناه ايه؟ ده معناه انه في اضطراب في اداره المساله نفسها، انه ما عنديش رؤيه هو ايه المطلوب بالظبط من الولاد دول. هو يمتحنوا بالعربي ولا يمتحنوا باللغات؟ طب هما بيدرسوا في المناهج باللغات، طب يمتحنوا بالعربي ليه؟ فانا الحقيقه شايف ما دي نقطه فعلا، هي مدرسه تجريبيه المفروض بسبب احنا كنا هو اصلا مدارس تجريبيه، فالمفروض ان هم بيدرسوا بالانجليزي بالانجلش. هو ده كان قبل كده في القرار، يعني هو اصلا بالبدايه في اصلا خطا، يعني بغض النظر عن ان احنا كمان بالاضافه للخطا ده ان احنا بنزيد الخطا، ان القرار اللي نزل شهر 12 ده ان فجاه هنمتحن باللغه الانجليزيه. طب ليه ما اتخذش من بدايه السنه؟ يعني هل هم لسه مستوعبين ان دي مدارس تجريبيه وان هم بيدرسوا بلغات مثلا؟ انا مش قادره استوعب. هم مستوعبين كل حاجه وعارفين المدارس التجريبيه دي هي مدارس حكوميه. بس دي مرحله، يعني الصف الثالث الثانوي دي مرحله حرجه جدا. الولاد بيدفعوا مصاريف تعليمهم حتى لو بسيطه، دي الطبقه المتوسطه اللي عايزه تنافس مدارس اللغات والمدارس الدولية والمدارس الخاصة، فدي مدارس يعني زي ما بيقولوا ايه على قد الايد كده. فأنا مش مشكلتي ده، أنا مشكلتي في عدم وجود رؤية لأي حاجة في التعليم. أنا أصدر القرار ليه في شهر ديسمبر؟ أمال فين بداية العام الدراسي؟ فين إن أنا أخبر أولياء الأمور؟ فين إن أنا أجتمع أصلا مع أصحاب الشأن وأسألهم؟ الحقيقه وده كمان اللي بيخلي الناس كلها فاقده الثقه في القرارات والمنظومه اللي بتطلع. طبعا وده كمان ومش اي قرارات، يعني مش اي قرارات، احنا بنتكلم في مصير طلاب، مصير بنحدد مصيرهم. هم حاولوا يحلوها، بصي هم حاولوا يحلوها، بيقول لك افتح باب التحويل، وده برضو عبء على اولياء الامور اللي هتقعد تجري بقى
بتجيب ورق وبعدين المدرسه الثانيه، واحنا كلنا عارفين انه مفيش حد بيحضر في الثانويه العامه. صحيح. يعني كمان خلينا واضحين، كله بيضحك على كله. استاذه ايمان بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا على هذا التوضيح.